17 لايك فيصل is being replaced by player number 21 عبد العزيز كريم. كريم زياني من ضربة جزاء هل يستطيع أن يسجل الثالث؟ وبالتالي مع تبقي 20 دقيقة التركمان في مرمى سعيد حارس المرمى بينما كرة ملعوبة من ضربة جزاء وكرة تلعب إلى خارج أرضية الملعب. سعيد نصر الله التركماني أبعد الكرة الماضية حارس المرمى وبالتالي كرة إلى ضربة مرمى بعد أيضا تدخل من عبد القادر إلياس.